مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. عدد كبير جدا من المواقع الطبيعية في السودان بتعتبر طبيعة بكر، يعني صالحة انه نحن نستمتع بها ونشوفها، يعني سواء كانت هذه المواقع بالقرب من منشآت او حتى اذا كانت في الغابات او السهول الكبيرة، هي بتبقى متنفس طبيعي للأسر انه تقضي فيها وقت جميل وممتع. صحيح. في بعد الانتفاضة الكبيرة والثورة السودانية الظافرة التي يعني في سبيل تحقيق الأهداف الكلية، من ضمن الأولويات إحلال عملية السلام، سواء كان هذا السلام في الأماكن أماكن النزاع أو أماكن التي تضررت جراء الحروب، نيل الأزرق، جنوب كردفان وأيضا دارفور. في هذه الجزئية نحمل السلام وثقافة السلام ونشر هذا السلام في محيطنا الداخلي أو المجتمعي. سعداء أن تكون برفقتنا أمال صالح سليمان، هي أمينة المرأة في كوادر وشباب في تحالف كوادر وشباب جنوب كردفان. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. أنا سعيدة جدا أن أقوم في استضافتكم الليلة في صباح الشروق، الحمد لله. نحن أكثر سعادة. نعرف أولا المشاهدين بالتحالف، تحالف كوادر وشباب جنوب كردفان. أيوة، نحن تحالف كوادر وشباب جنوب كردفان. حقيقة الجسم ده انبثق بعد الثورة، فرأينا أنه لازم يكون يعني في جسم مهتم، يعني كانت في أجسام كثيرة، وقبل كده نحزاتنا كنا في أجسام عدة يعني بنشتغل، لكن الآن كل السودان في مرحلة جديدة. نعم. فاضطرينا أنه يعني الناس تكون مواكبة للمراحل الجديدة الجادية، فعايزين شغل يكون مخالف الحاجات اللي كنا بنعملها المرة الفاتت بطريقة مختلفة إن شاء الله، وشغل يكون يعني فلت على أرض الواقع. طيب. الحمد لله. أستاذ أمال، عندكم ورشة كادوغلي حول تفعيل الدور المجتمعي لتحقيق السلام والاستقرار، ممكن ندي رؤية عن هذه الورشة؟ بالتأكيد أولوية السلام هي في مقدمة أولويات المرحلة الانتقالية، بشكل تحدي كبير جدا للحكومة الانتقالية وللجهات أيضا اللي جلست للتفاوض ولسه ما جلست للتفاوض. أكيد، هو دي يعني واحدة من أهدافنا، إنه نحن يعني تقام الورشة في جنوب كردفان حتى نستنطق المجتمع، لأنه هو باعتباره الطرف الثالث لابد من انه الناس يعني تسمع رايه هو. بعد ذاك يعني نحن نشيل الخلاصه اللي هي خلاصه الورشه ونرفع التوصيات اللي هي نمدها للجهات المسؤوله. طيب، للجهات المسؤوله قبل ترفع التوصيات، خلينا نتكلم نتعمق اكثر. عرفينا اكثر عن فكره الورشه دي، بتبدا متين ومضامينها اللي هي اوراق العمل اللي حتقدم حتناقش كمان. كويس. هي حتبدا ان شاء الله اللي هو يوم 18 و19 الاثنين والثلاث ان شاء الله. في اوراق زي 7 ورقات ان شاء الله حتقدم في الورشه، اللي هي عن السلام الاجتماعي، عن التعدين، المرأة والطفل في مناطق النزاعات. يعني عدد من الأوراق لها علاقة، عدد من الأوراق لها علاقة بالسلام. إن شاء الله حيقدموها دكاترة، نخبة من الدكاترة إن شاء الله. نعم. برضو نتعرف على المشاركين في الورشة، لأنه النوع ده من الورش بتبقى الفائدة الأكبر في النقاش اللي بيدور حول هذه الأوراق والتعليقات عليها، ومن هنا بتطلع التوصيات. المشاركين هل هم أفراد ولا في أيضا مؤسسات حتكون مشاركة في هذه الورشة؟ المشاركين في الورشة أول حاجة يعني إن شاء الله حتمشي هنا، من هنا حيمشي معنا بتشريف الأستاذ حسن التعايشي، محمد حسن التعايشي ومجموعة من المجلس السيادي. بعد ذاك يعني حتى في الولاية ذاته نحن مشاركين، كل الولاية 7 محليات يعني كلها مشاركة في الورشة إن شاء الله. طيب، ده بجانب عملية السلام، وإنتم من خلال الورشة ده حتقدموا أوراق عمل، لكن أن تنزل أرض الواقع تحتاج لجهد كبير. نتكلم عن ثقافة نشر التوعية أو نشر ثقافة السلام في المحيط، يعني في محيط كردفان والجهات الأخرى التي تأثرت كثيرا بالحرب. شنو اللي عايزين تقدموا إنتوا من خلال ورش توعوية أو غيره يعني؟ تمام. إن شاء الله نحن بعد الورشة طوالي حنبدأ حنشتغل في السلام الاجتماعي الحقيقي داخل الولاية،
يعني حنبدا نشتغل ايش؟ اول حاجه عايزين سلام اجتماعي حقيقي داخل الولايه، تهيؤ للسلام. اها. لانه السلام في النهايه بيتوقع ورقي، احنا محتاجين سلام حقيقي نحن مع بعض قبل ما انه يعني يجونا اخواننا في الطرف الاخر ونندمج مع بعض، عايزين نهيئ للحاجه دي. فعايزين نعمل ورش بالنسبه للادارات الاهليه، عايزين نشتغل على الشباب، نعمل لهم برضو ورش، نشتغل في المراه، المراه عانت كثير من الحرب، عايزين نمتص يعني السلبيات اللي تركتها لنا الحرب خلال السنين اللي فاتت. يعني بجد ان احنا في جنوب كردفان عانينا معاناة كبيرة طبعا. فلذلك محتاجين يعني مجهود كبير، مجهود حقيقي. فنتمنى انه الناس كلها تضافر الجهود، فكردفان يعني ما تعنينا وحدنا يعني. نتمنى انه كل الناس يعني تتكاتف معانا على اساس انه الناس تمتص السلبيات الموجودة هناك. يعني حتى هي الحرب تركت فينا حتى الصراعات، يعني كمية من الحاجات موجودة نحن محتاجين انه نشيلها برا ونهيئ للسلام، لانه السلام لو جاء يتوقع ونحن ما هيئنا نفسنا فيبقى ما في سلام. نعم. حقيقي ان شاء الله. كردفان هي ليست مكان فقط، وانما اهل كردفان في النهايه هم اهلنا يعني. يعني كحال كل السودانيين. اخيرا نذكر المشاهدين بزمان انعقاد الورشه ومكانها ان شاء الله. ان شاء الله زمان الورشه اللي هو 18/19 الاثنين الثلاث باذن الله جايين ديل. جايين علينا ان شاء الله باذن الله. نتمنى الناس تكون حضور. دي دعوه لكل السودانيين، وبقول لهم انه كردفان مفتوحه لينا كلنا، لانه المساله ما بتخصنا برا، بتخص السودان. ونحن بنتمنى انه الان احنا بنقول كردفان، نقول الشرق، نقول الغرب، لكن في النهايه الصينيه واحده. نعم. اللي هو السودان. فاتمنى ده يجيب فواكه وده يجيب سلطه وده يجيب ملح قرع ونقطه كلها، فهي حياكلوا منها كل السودانيين ان شاء الله. مكان انعقاد الورشه حيكون وين؟ في اللي هو في كادوغلي ان شاء الله. وين في كادوغلي؟ في كادوغلي، داخل كادوغلي. ان شاء الله برعايه اللواء الركن رشاد عبد الحميد اسماعيل ان شاء الله، تشريف اخونا الاستاذ حسن محمد حسن تعايشي ان شاء الله. احنا شاكرين جدا ومقدرين امال صالح سليمان، ان شاء الله تكلل هذه الورشه بالنجاحات وتنزل هذه الاوراق على ارض الواقع ويشهد انسان كردفان وانسان السودان بالخير والنماء في مقبل الايام. احنا شاكرين جدا ومقدرين، كثر خيرك. تسلم كثير ان شاء الله. شكرا كثير. شكرا جزيلا، كثر خيرك. شكرا شكرا. دخلوا معنا التقرير الجاي من كردفان، حنسوقك البطانه للبطانه لولايه الجزيره. ده انا وعدت ما بعلم عشان ارجع للصينيه الجميله حقيقي. يعني بتمنى انه نحن ما تحصرونا، كل اي زول يشتغل في حاجاته، لكن بتمنى انه كميه من الناس منزعجين من كثره الجروبات او كثره تحالفات او كذا، لكن بجد هي مهمه، لانه قلنا في النهايه الصينيه واحده. ما بيجمعنا الصينيه. احنا من انطلاقا من الصينيه ده حنمشي وندعوك انت والمشاهدين نتابع التقرير القادم من ارض البطانه ولايه الجزيره.